معايا عبر زوم الان واستكمالا لتغطيتنا لما بعد قرعه مجموعات افريقيا معنا الكسندر لافيت المدير الفني لفريق استاد ابيجان الايفواري منافس النادي الاهلي في مجموعه فيها ايضا اورلاندو بايرتس وشباب بلوزداد. يا فندم مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. شكرا لكم على هذه الدعوة. بالتأكيد سؤالي الأول ليك يخص المجموعة اللي وقعتوا فيها في دوري أبطال أفريقيا مع النادي الأهلي حامل اللقب وأورلاندو بايرتس وشباب بلوزداد، رأيك في المجموعة؟ بالتأكيد إنها مجموعة صعبة لأنها مع فرق كبيرة ولديها الخبرة ومتمرسة في هذا النوع من المسابقات، لا سيما الأهلي الذي هو أفضل فريق في أفريقيا على مدار الأعوام الماضية. إنها مجموعة أكيد بالتأكيد ليست سهلة بالنسبة لنا، ونحن ندخل هذه المسابقة بهدف اكتشافها من جديد، ولدينا طموح بالتأكيد للذهاب بعيدا. وقت إجراء القرعة عند وقوع النادي الأهلي في مجموعة واحدة معكم، ما كان شعورك وقتها؟ أعتقد أنها كانت مفاجأة نوعا ما بالنسبة لنا، وأيضا أثارت لنا نوعا من الحماس لأنه تحدي من نوع خاص، فمثل هذه المباريات هي ما تصنع اللاعبين وما تصنع المدربين أيضا، وسوف تظهر ما إذا كنا قادرين على فعل ذلك أم لا. بالتأكيد سؤالي ليك اللي جاي يخص النادي الأهلي تحديدا، وماذا تعرف عن النادي الأهلي في الوضع الحالي؟ الأهلي في حقيقة الأمر يمتلك لاعبون دوليون كبار، إنه فريق بالنسبة لي يمكن مقارنته بفرق كبيرة في أوروبا. ولقد كنت متابعا لانتقال قلب الدفاع محمد عبد المنعم الى فريق نيس، واعرف ان حارس المرمى هو من ضمن افضل حراس المرمى في افريقيا محمد الشناوي، وايضا مارسيل كورا هو مدرب له بصمه كبيره في عالم التدريب، انه مدرب له بصمه مع منتخب النمسا. الاهلي فريق كبير، و من الجيد أننا سوف نتنافس معه في هذه البطولة. شبهت النادي الأهلي بالفرق الأوروبية، يشبه مين الأهلي من الفرق الأوروبية؟ أي نادي تحديد؟ مستوى البنية التحتية وعلى مستوى التنظيم وعلى مستوى الإدارة وعلى مستوى الفنيات، هو فريق يمكنه أن يشارك في الدوري الممتاز الفرنسي، ويمكنه أن يلعب أيضا في بعض المراحل من دوري أبطال أوروبا. هو فريقهم حقيقة الأمر يمتلك قدرة تنافسية عالية، ومن هذا المنطلق يجب أن نكون جادين جدا وحذرين جدا في مواجهته في دوري أبطال أفريقيا. استاد أبيجان فريق من الفرق المحترمة في كوت ديفوار، لكن ليس له باع كبير في البطولات الأفريقية. ماذا تنظر لهذه، كيف تنظر لهذه البطولة وطموحاتكم فيها إيه؟ بالضرورة منذ وصولي إلى أبيجان كنت أعرف أن الفريق سوف يلعب في دوري الأبطال، وكنت أحضر نفسي وأحضر اللاعبين لهذا الأمر، ولكن دعني أقول أن الفريق يمتلك خبرة جيدة في الدوري المحلي، ولديه لاعبين شباب دوليين ولعبوا على مستوى أفريقيا،
وأنا أحضرهم لهذه المواجهة. نعم هم ليسوا على مستوى لاعب الأهلي وخبرات لاعبي الأهلي، ولكن في كل الأحوال علينا أن نبذل قصارى جهودنا، لأن هناك مكانين في هذه المجموعة للتأهل إلى الدور التالي، ونحن سوف نحاول أن نحصل على المكانة الثانية في التأهل. ألكسندر لافيت المدير الفني لفريق استاد أبيدجان، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء عبر زوم، مدرب استاد أبيدجان منافس النادي الأهلي وأيضا أورلاندو بايرتس وشباب بلوزداد في مجموعة دوري أبطال إفريقيا.